أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال عن حالق شاربه أنه يعزر، نعم، فهل هذا الحلق خاص بالموسى أو يدخل فيه المكينة؟ كله، نعم، مكينة بالموسى وبالمكينة. حلق الشارب هذا يشوه الوجه، يشوه الوجه، ذا المطلوب جز الشارب. الرسول قال جزوا الشوارب، احفوا الشوارب، ما قال احلقوها، وهذا تشويه للوجه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.